اهلا وسهلا فيكم جميعا، معكم ننجسر وعلي السيد. هلو. بحلقه خاصه بنينتندو. ايوه. بس حنحكي انا وعلي عن المؤتمر اللي صار امبارح واعلنوا فيه اشياء كثير كبيره. بالضبط. فحنخبركم عن هالاعلانات وعن انطباعاتنا عنهم. بالضبط. اول شيء علي، كيفك؟ تمام. اوكي. تمام. وكيفك على اخبار نينتندو امبارح؟ والله انبسطت لانه فعلا اتس اباوت تايم، او يعني حان الوقت ان نينتندو تعمل حاجه زي كده يعني. لو احنا خلينا نخش بقى في المواضيع ونفهم الناس احنا بنتكلم على ايه بالظبط. اكيد. امبارح اعلنت نينتندو انه عم يعملوا شراكه مع شركه يابانيه اسمها دي ان اي، وهي شركه بتتخصص بكل انحاء الموبايل جيمز. موبايل ديفايسز مش بس جيمز. يعني بيعملوا البنى التحتيه للموبايلز، بيعملوا ماركت ريسيرش، بيعملوا كثير اشياء لها علاقه بالموبايلز. ونينتندو هلا عملت شراكه معهم ل موبايل جيمز، تنزل العاب موبايل، تنزل العاب نينتندو على الموبايل. يعني حيصيروا السمارت فونز عندهم العاب نينتندو. اكيد عم نحكي عن الانتلكتشوال بروبرتي او الاي بي تاع نينتندو، يعني ممكن تلعبوا العاب ماريو، دونكي كونغ. اذا ما لعبتوهاش خلال 17 18 20 سنه ممكن دلوقتي تلعبوها على الموبايل. ان شاء الله تلعبوا على الموبايل. لا، وهالشيء كثير كبير لنينتندو اللي لهلا كان كثير محافظ على الاكسكلوسيفيتي تاعوله، انه كل النينتندو اي بي بس فيكم تلعبوا على نينتندو هاردوير مثل الوي يو او ال 3 دي اس او قبل اكيد الجيم كيوب والسوبر نينتندو. فانه خبر كثير كبير. والسبب يلي كان ايواتا مثل انه متردد انه يدخل بماركت تاعو السمارت فون موبايل جيمنج، هو انه اول شيء تعرف علي انه مثلا بننزل لعبه على تليفوننا بنلعبها شهر بنزهق منها وبنكبها. بالضبط. نلعب شيء ثاني. انا معي اسبوعين كمان. اسبوعين ولا حتى شهر. بالضبط. يمكن اكثر لعبه طولت معي كانت كلاش اوف كلانز. قد ايه اخذت؟ سنه. والله. بالضبط. بس لانك مجبوره، لانك مجبوره انت ترجعي. ايه، وحارجع لك لهالنقطه هلا. اوكي. فانه الفكره انه هو كان خايفين انه هالشيء ح الفاليو يخسر الفاليو تاعو نينتندو جيمز. ما بده النينتندو جيم يكون شيء بتنزله بتلعبه شهر وبتكبه. مزبوط. فكان عنده هذا الخوف. وهلا من شراكتهم مع الدي ان اي وكمان افكار ثانيه عم يشتغلوا عليها، لاحظوا انه لا، فيهم يتخطوا هالشيء ويعملوا العاب عن جد قيمه وما بتخسر قيمتها لانه بتزهق منها بعد شهر. اوكي. وخاصه لانه وكمان شيء ثاني كان بده يوضحه ايواتا، انه الفكره انه موبايل جيمز او الحوار اللي عم بيصير هلا عن اذا الموبايل جيمنج حياخذ محل الهاند هيلد جيمنج. شو رايك انت اول شيء؟ لا، صعبه صعبه. انا بالنسبه لي صعبه، لانه اذا انا مش غلطان نرجع لسي اي اس 2015 كان قدموا بروسيسور قوته للهاند هيلدز قوته نفس قوه البروسيسور بتاعت البلاي ستيشن 4 او الاكس بوكس 1 او ما يعادل. فلما تيجي تشوفي حاجه زي كده وبعدين تيجي تشوفي وتقولي والله لا ممكن انه الموبايل جيمز تقضي على الهاند هيلدز، لا، انا بقول انه الهاند هيلدز هتفضل لكذا سبب، غير انه مثلا فرضا لو نقول الالعاب على الموبايل احلى، بس انت بعد يعني اخر اليوم هتضطري انت تستخدميش بطاريه الموبايل كتير لان انت بتستخدمي الموبايل حاجات ثانيه كتير. فاهمه ازاي؟ لكن الهاند هيلد سواء اذا بتتكلمي زي 3 دي اس او مثلا فيتا ليها يعني خصوصا معموله انك تلعب عليها الالعاب. فانا برايي لا، مش هتبقى سبب انه الهاند هيلد. صح. وكمان شفنا من نينتندو السنه الماضيه انه في عندهم 5 العاب بيعوا اكثر من مليون نسخه. بالزبط. يعني عندهم اكثر من 10 مليون مبيعات من هلا 5 العاب بس. فاذا هم يعني مش متاكدين ان اذا عملوا خطوه العاب الموبايل دي من غير ما تاثر على الهاند هيلد ما كانش هيعملوها اصلا. لان اذا احنا اذا عايزين نتكلم الحقيقه، الهاند هيلد جزء كبير من مبيعات نينتندو، اكثر من الويو. اكثر من الويو. الويو فشلت بيناتنا يعني. بالزبط. كثير بحبها وكثير بحب العاب الويو، بس انه كان عندهم مشروع فاشل بالنهايه. بالزبط. بينما 3 دي اس بعدهم لهلا عم بيبيعوا، ونزلوا مش من زمان نيو 3 دي اس. بالزبط. مع تحديثات احسن وكمان وسعوها اكثر، بقت في امريكا واوروبا، فانه يعني الهاند هيلز بتكبر مش بتصغر. صح. ومشان هيك ايواتا ما عاد خايفين انه يقتحم سوق السمارت فونز، انه متاكد هو انه من نجاح ال 3 دي اس ومن شعبيه ال 3 دي اس اذا بدك، وبيعرف انه اذا نزلوا الالعاب تاعهم على السمارت فونز هو في عنده فكره انه عالم اكثر حيشتروا 3 دي اس. مزبوط. ليش؟ لانه مثلا نقول انت ما بتلعب
you're not a gamer يعني بس تلعب على الموبايل اوكي بتقوم بتنزل شو عارفني بوكيمون مثلا بتحبها بس اللعبه خفيفه لانه يعني في limitations للتكنولوجيا تاعت السمارت فون مزبوط ما فيك تتحكم ما فيك تعمل فول ار بي جي بوكيمون جيم على السمارت فون تخيلي واصلين شي نهار بس مش اليوم او مش هالسنه لو تسحبيها من موبايلك كذا دان فهي انه بس انت اذا حبيتها للعبه وبدك اكثر ساتا بتروح تشتري 3 دي اس لتلعب اللعبه الكامله فانه هيك مثل عم بيوصلوا للسوق قبل ما كان ما كانوا عم بيقدروا يوصلوا له وهذا شيء ذكي منهم بالضبط خصوصا ان انت اكيد احنا هنشوف يعني اكيد هتشوفي مثلا سوبر ماريو على الموبايل يعني في العاب زي بلاتفورم صغيره تقدر تحطيها على الموبايل اوكي بعد كده مثلا ممكن يستخدم مثلا دعايات للالعاب الثانيه مثلا اوكي فبكده ممكن اي حد يستخدم الموبايل يقول لك اه طب انا حبيت اللعبه دي فممكن مثلا العاب زي ماريو جالاكسي او ما سوبر ماريو برادرز 2 الحاجات دي كلها او 3 دي لاند او كل الكلام ده كله يقول لك طب انا ليه ما جربش الالعاب دي ممكن تبقى حلوه كمان يعني صح وكمان فكره تانية مش فكره تانية بس انه من نفس المنطلق شددوا انه ما حيعملوا بورتنج للالعاب اللي هلا موجوده على السمارت فون يعني مش انه حيعدلوا الالعاب للسمارت فون كنترول حيخترعوا العاب جديد للسمارت فون وهذا اول شيء مثل ما قلنا من شان انه يعطي مثلا لمحه صغيره عن اللعبه لتروحوا تشتروا الثاني على النينتندو كونسولز او ديفايسز وثاني فكره لانه ما بدهم يخسروا طريقه اللعب او الاستمتاع باللعب يلي العاب تانية عم تخسرها خاصه مثل ما عم نشوف لما سوني تعمل بورتنج لالعاب على الفيتا والفيتا انه التحكمات فيها غير التحكمات على البلاي ستيشن 4 ومن هالناحيه عم تخسر اللعبه قيمتها شوي انا بحس ان ساعات مع الهاند هيلد بس الفيتا اكثر من الثري دي اس ان انت الفيتا بتبقى ماسكه بتحس ان انا ماسك يد البلاي ستيشن وفيها شاشه فانا مجبور ان انا ابقى مدرك اللي بيحصل في ايدي عكس مثلا ببقى ماسك الكنترول نفسها بتاع البلاي ستيشن بتفرج على التلفزيون فاهمه بس بالنسبه يعني انا نرجع نشدد ان حركه الموبايل حركه ذكيه جدا بالعكس دي هتزيد انا برايي ممكن تزيد من مبيعات الهاند هيلد ستات النينتندو مش بس انت كمان كتير مستثمرين بيشاركوك الرأي بالضبط لدرجة انه بس من امبارح من وقت المؤتمر يلي صار لهلا عليو الستوك تاعو النينتندو 25% ايوه فانه عم بتشوف انه كمان الانفسترز حول العالم عم بيلاحظوا قيمة هالخطوة يلي عملتها نينتندو وانه عم بيستثمروا فيها اكثر اوكي وشي تاني كمان السي اي او تاعو الدي ان اي بيقول انه مش كتير مستحيل يوصلوا ل 100 مليون مستعمل بالنهار وهذا لانه نينتندو فكرته انه بدهم يطوروا العاب يلي بيتطوروا استني يعني كده العاب المباراه تبقى ريجن لوك لا ما حتكون ريجن لوك تخيل حتوصل لها القد ما ايوه بالضبط ريجن لوك على الموبايل لا بس هو يعني كيف بنرجع لحديثنا لما كنت عم بقول لك انه حياه الالعاب على الموبايل قصيره فشو عم بيعملوا نينتندو انه بدهم يعملوا العاب بترجع بتزورك اليوم مثل كلاش اوف ذا كلانز مثلا مثل اذا مثلا عملوا انيمال كروسنج على الموبايل العاب بتزورك كل يوم فبتمتد حياتك اعتقد البوكيمون اذا مش غلطان يعني انه سبب نجاح بوكيمون بعده لازم تزوريها لازم تطمني على البوكيمون تاعولك والحلو بي يعني الحلو كمان بنينتندو انه على طول بيفكروا باللاعبين تاعولهم وشو هي الطريقه يلي عم بيلعبوا فيها الالعاب تاعولهم مشان هيك نجحت ال 3 دي اس هالقد بينما مثلا الفيتا ما كثير مع انه اثنيناتهم هاند هيلد كونسولز ويمكن في عالم بيقولوا انه الفيتا اقوى من ال 3 دي اس بس ال 3 دي اس لقيت نجاح اكثر لانه مثلا بتلعب بوكيمون مثل ما قلنا بتروح بتاخذها وبتلعب بمباريات او بتلعب مع رفقاتك نفس الشيء مع سوبر سماش وحتى ال 3 دي اس نفسها بتتحول على كنترولر بالظبط فمثلا اذا انت متعود تلعب عليها بتاخذها لعند رفيقك خلص هاي الكنترولر تاعيتك عرفت؟ بالظبط هي بصي يعني اي نعم الناس عماله تسمع كثير مؤخرا من البودكاست وكده انا عايز اجيب بلاي ستيشن فيتا بس انا اذا عايز اجيبها انا مش هجيبها مثلا والله عشان العب لعبه انشارتد اللي عملوها ليها لا انا اذا هجيب الفيتا العبها عشان العب العاب الاندي جيمز يعني فاهمه الالعاب المستقله لانه برايي الفيتا انا بالنسبه لي الفيتا انا شايفها بس للاندي جيمز قوتها بالاندي جيمز بالضبط لكن مثلا انا لعبت سوبر سماش على 3 دي اس ولعبتها على الفيديو ما حسيتش بالفرق يعني
ما خسرتش جودة تجربة اللعب بين الـ 3DS والـ Wii U. لا حسيت ان انا بس الفرق معايا انه من شاشة صغيرة للتلفزيون يعني ازاي؟ صح. نفس الحكاية برضو مع سوبر ماريو 3 دي لاند انا ازاي؟ او سوبر ماريو برادرز الحاجات دي كلها يعني فاهمة؟ انا برضو اللي هقول ان اذا كان مع نينتندو مثلا مش كل اللعبة على الـ Wii U مثلا بتلاقيها على الـ 3DS فور اكزامبل بيرنيتا لا يعني بيرنيتا 1 و 2 مش هتلاقيها على الـ 3DS لان لو لعبتها 3DS مش هتوصل لك نفس مش تخش مش في نفس الحماس اللي بتلعب كانك تلعبيها على الوي يو ازاي فلا انا يعني من اخر السنه اللي فاتت انا شايف ان نينتندو يعني ماشيين على المسار الصح صح ايه وشفنا يعني شفنا منه السنه الماضيه انه ويمكن احنا كانوا اي جي ان ميدل ايست بيست ديفلوبر اوف ذا يير بالضبط ليش لانه بينما شركات ثانيه كانوا عم بينزلوا العاب كلهم بدون داي 1 باتش كلهم مكسورين بالضبط وانه هذول عم نحكي تريبل اي جيمز كانوا كلنا متحمسين نلعبهم عم ينزلوا جوده اللعب ما كثير قويه نينتندو نزلوا العاب فلوليس بالضبط بتعمل لها ابديت المفروض تعمل لها ابديت مثلا تجربتي مثلا سوبر سماش لما جبناها هنا بس تعمل لها ابديت بناء مثلا لما زودوا الارينز وكده خلصنا لا حتى الابديت كانت مثلا ايه 5 ميجا صح اللي هو دقيقتين خلصنا لعبنا بالضبط هلا اكيد مش عم نقول انه نينتندو احسن من سوني او مايكروسوفت لا. او غيره لا 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 بس عم نقول انه الالعاب اللي بنشوفها كثير بيركزوا انه تكون جودتها كاملة. او ايام متكامله فمن هالناحية أنا في عندي أمل إنه نينتندو السمارت فون جيمز اللي حيعملون كمان حيكونوا بنفس الجودة وبنفس الإيميل اللي نحن تعودنا منه. وياريت أنتوا كمان تقولوا لنا هل أنتوا فعلاً مبسوطين أنتوا شفتوا حاجة زي كده حصلت من نينتندو إنه فعلاً بيحاولوا بس زي ما نقول بيحاولوا يوسعوا مدركهم مثلاً بيحاولوا يوسعوا الفرص اللاعبين مثلا اوكي مش قادر اذا مثلا مش قادر تجيبي 3DS او Wii U هي ما عندك فرصه مثلا تلعبي لعبه مصغره من العابك انت بتحبيها على الموبايل فاهمه فبتحس ان هم فعلا اوكي ممكن الناس تقول لك الخطوه دي كان المفروض يعملوها من زمان بس برضه انا بالنسبه لي انه هم عملوا الخطوه دي لما حسوا ان هم مستعدين صح ولما صار في عندهم الشريك هالقد هن واثقين فيك اللي هن دي ان اي بالضبط واثقين بخبرتهم التقنيه واثقين بخبرتهم بالسوق واثقين يعني بكل هالناحيه بيوثقوا فيهم وقدروا يوثقوا فيهم لدرجه انه ياخذوا هالخطوه معهم واكيد هم كمان واثقين انه السيستم الجديد بتاعهم حلو كويس ان شاء الله ايوه يلا هلا نخش على الانكس نخش على الانكس ايوه الانكس ايواتا كان قد ما بده يشدد انه هن بعد في عندهم امل بال انه او ما حيتركوا الفيديو جيمنج بلاتفورمز اعلن عن اي ديديكيتد جيمنج بلاتفورم مثل ما هو سماها او كونسول او جهاز مخصص للجيمنج جديد لنينتندو مسمينه هلا الانكس ما بنعرف شيء عنه لهلا بس بنعرف هالشيء اوكي شو رايك انت الانكس كويس ما طلعش اسمه اكس واي بوكيمون اي بوكيمون بتطلع جهاز بس للبوكيمون في عالم عم بيقولوا انه الانكس حيكون هوم كونسول جديد اوكي انت شو رايك مش قادر اقول لك اذا هيبقى هوم كونسول ولا بس سيستم مع انه هو في لعب في اعلان من اعلانات ماريو كارت 8 اتلمحت نيو جيم بلاك لوحده تقدر تشوفي جيم باد جديده غير الجيم باد الموجوده اوكي في ناس من ساعتها قالت لك ده ممكن يكون شغالين على حاجه جديده بس هل هي فعلا تبقى نيو هوم جيمنج كونسول ولا بس سيستم انا متحمس اعرف حاجه زي كده انت ايه رايك انا رايي انه في دليل تاني ممكن يسهل هالنقاش أيوة. اللي هو عم يعملوا ممبرشيب جديده اوكي هلا كلنا بنعرف انه كلوب نينتندو عم بيموت بينتهي عم يموت عم يخلصوا منه هو اصلا يعني ما كان هالقد قوي بالضبط فهالممبرشيب سيستم الجديده اللي عم يعملوها شو اسمه شو اسمه ما بعرف شو اسمه اوكي مهم قلنا في التعليقات اسمها ايه قلنا في التعليقات شو اسمه ممبرشيب سيستم جديد بيجمع الالعاب اللي على 3 دي اس وعلى الوي يو وعلى السمارت فون وقالوا بي سي كمان اوكي بي سي بس قالوها لما حكوا عن الممبرشيب ما جابوا سيرة البي سي غير اوكي فيمكن تكون مفاجأة تانية ايش ما بنعرف اي 3 اوكي وانه هذا الممبرشيب حيجمعهم كلياتهم بطريقه انه حتقدر توصل لالعابك
كيف مثل اكس بوكس لايف. اه اوكي عرفت. فانه بتوصل على العابك بكل هدول الاجهزه لانه حطوا الوي يو بقلب هالممبرشيب ما بتخيل انه حيكون هوم كونسول جديد. اوكي لانه اذا كان هوم كونسول جديد ساتا بتفكر انه عم بدهم يحلوا محل الوي يو. مزبوط. وكمان السبب لانهم لسه يعني من شهرين شهر واحد اعلنوا انه هم بيطلعوا العاب الوي للوي يو. فصعبه قوي انه مثلا يقول لك اوكي احنا لسه بنطلع لكم بنعمل لكم العاب ريماستر من وي للوي يو وبعدين مثلا اربع خمس اشهر او حتى سنه يقول لك اه اوكي طب احنا عندنا نيو جيم. مش شرط مش شرط لانه مثل مثلا البلاي ستيشن 4 نزلت وكانوا بعدهم عم بينزلوا العاب للبلاي ستيشن 3. اوكي او اكس بوكس 1 نزلت بعدهم عم بينزلوا على الاكس بوكس 360. فانه مش شرط اذا عم بينزلوا العاب جديده يعني تكون ما في شيء جديد جاي. بس انا بتخيل انه لانه قالوا انه هذا الممبرشيب سيستم حيكون مثل القلب او الفاونديشن تعول الان اكس. اوكي يعني حيكون الان اكس مبنى على هذا الممبرشيب سيستم. فانا بتخيل انه معقول يكون شيء مثل كروس اوفر ديفايس. اوكي يعني شيء بين الموبايل بين الهاند هيلد بين نقول الكونسول. ممكن يكون مثلا سيستم او جهاز رابط. صح او جهاز رابط. يعني بس شيء بحمس اكيد 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 لانه أكيد. برضه ممكن تلاقي ناس مثلا كانت بتعاني انه مثلا اذا في العاب جديده مثلا تبقى فيها كروس باي المفروض صح بين ال 3DS والوي يو. فممكن برضه تبقى دي كمان حاجه جديده انه تقدري مثلا تنقلي السيفز هي مثلا بدل ما تقدري تضطري تلعبي على الوي يو. طبعا انا يعني اذا بقول حاجه غلط يا ريت تصلحوا لي في التعليقات لان برضه انا لسه جديد على نينتندو سيستمز. اوكي فما عنديش خبرة قوي عن الكروس باي معاهم والكلام ده كله يعني فاهمة. بس ممكن تكون فكرة برضه يعني فشي كتير نحن متحمسين عليه ومتحمسة أعرف قديش حيكون قوي تقنياً لأنه نينتندو شوي متأخرين تقنياً حاجة كتير حتى جرافيكس وكده. وخاصة لما هالشي بيخص الثيرد بارتي ديفلوبرز مشان هيك ما بتلاقي كتير ثيرد بارتي ديفلوبد جيمز على الوي يو لانه كتير صعب لهم هن يطوروا العاب على الوي يو تقنيا يعني صعب لهم. فان شاء الله يكون كمان شيء بيسهل هالشيء لنلاقي بعد العاب اكثر عم تنزل على الوي يو من مطورين من شركات تطوير يعني عم نشوف العاب محلات ثانيه. فهدول كانوا اجدد تحديثات لنينتندو اللي حكوا عنهم بالمؤتمر اللي صار امبارح. اوكي خبرونا بالتعليقات شو توقعاتكم للان اكس بالضبط. شو رايكم انتو حيكون وكمان مثل ما قالكم علي شو رايكم باقتحام نينتندو لعالم الموبايل جيمنج على السمارت فون. لا وكمان قولوا لنا انتو رايكم في نينتندو كمطور لانه اذا احنا منتبهينهم بقى لهم فتره بيحاولوا يعملوا مؤتمر يا اما كل شهر او كل شهرين. يعني انت عندك كان نينتندو دايركت شهر يناير دلوقتي حصل امبارح مؤتمر ثاني واحنا شهر مارس. فهل انتوا حاسين فعلا انه نينتندو سوقها هيكبر السنه دي او خلال مثلا السنتين الجايين او لا؟ قولوا في التعليقات هل انتوا فعلا بداتوا تنتبهوا ان هي نينتندو بتحاول تحط رجلها في السوق مش هنقول تنافس بس بتقدم حاجه جديده غير الاكس بوكس والبلاي ستيشن. قولوا لنا كمان في التعليقات. وهذا كان كل شيء. تابعونا للمزيد على IGN شرق الأوسط. باي.